السلام عليكم اخوتي واخواتاتي، كي دايرين؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو معايا. مرحبا بكم في قناتي، قناه كبيره ام سفيان. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد الخطوه من خطوات تعلم الرنده اللي هي الحبكه. غنبدا معكم. بسم الله. غنحتاجوا لجوج فنيتات، واحده غنديروا هنا واحده غنديروا هنا، وغادي نحتاجه بطبيعه الحال قبل ما نبداو اي خطوه في الرانده كنديروا التكفيفه اللي كما سبق ليا وقلت لكم كنكففوا سنتيم بحال هكايا. هاد التكفيفه كتساعدنا باش كنكونوا متحكمين في الثوب وحنا كنخدموا عليه، ما كيتراجع لينا ما والو، لا في الملاقيه ولا في الخدمه ديالنا السوق ان شاء الله، ولا كل شيء كتساعدنا ضروري من هاد التنبال بحال هكا نبلو بحال هكا الثوب. بحال هكا وليبرا النمرة 5 والحريرة سبق ليا وحطيت لكم الطريقة ديال البريم ديالو. وغادي ان شاء الله نشارك معكم واحد الطريقه زوينه حتى هي غتساعدكم ان شاء الله في البريم، كنوعدكم ان شاء الله غنشاركها معكم. فانا كنت كنشقاها في الكوزينه وكنشقاها في نفس الوقت كنبرم، غنوريها لكم ان شاء الله غتعجبكم ان شاء الله. غادي نبداو بسم الله الحبكه ديالنا، غنقرب لكم ان شاء الله الصوره باش تكون ان شاء الله قريبه واضحه لكم. كنضربوا بحال هكا في الثوب وكنجيو الراس ديال الخيط، كتكون هاد الربط هادي كنركبو فيها الإبرة بحال هكا. كنضربو هاد الغرزة اللول بحال هكا، كنكونو دائرة في الأمام ديالنا هنا، وكنجيو عاوتاني هن نضربو في الثوب بحال هكا، كنزيرو بحال هكا وكان خلو الخيط على الجيت اليد ديالنا اليسرى بحال هك كما كتشوفوا، كنلوحوا على اليد اليسرى وكنجيو بين هاد الغرزه وهادي بحال هك، وكنخرجوا الابرة وسط هاد الدائره اللي كونا في على اليدنا اليسرى بحال هكا. فهذه خطوه من خطوات الرنده، هاد الحبكه حتى هي كنتعلموا ليها باش ان شاء الله كنولوا نخدموا عليها الدريس، وكنخدموها في الجيب ديال الجلابه كنخدموها فيه، كنخدموها بعض المرات في الفتيحات الا كنا غنديروا الجلابه غنديروا لها العقيق، غنديروا شي خدمه خفيفه كنخدموا هذه الحبكه. فهي ساهله غير بشويه بشويه غتفهموا معايا ان شاء الله. كنخلو الدائره كما قلت لكم هنا في الامام ديالنا، وكنضربوا في الثوب وكنخرجوا فهذيك الدائره اللي كونا بحال هكا، كنخلو رمو الخيط على اليدنا اليسرى وكنجيو بين هاد الغرزه وهادي وكنخرجوا الابره بحال هكا، وكنخرجوا في هاد الدائره اللي كونا على اليد اليسرى بحال كنديروا غرزه وكنحزموها كما كتشوفوا معايا، بسيطه ولكن ضروري نتعلموها، ضروري غنحتاجوها في الرنده ان شاء الله. كنكونوا الدائره كما قلت لكم هنا في الامام ديالنا بحال هكا، وكنضربوا في الثوب وكنخرجوا في هذيك الدائره بحال هكا. ملي كنديروها كنديروا بحال هكا، نخلو الخيط على اليدنا اليسرى وكنحزموها بحال هكا، كنخرجوا بين هاد الغرزه هادي وهادي كندخلوا الابره وكنخرجوها في هاد الدائره اللي كونا بحال هكا، كنلوحو الخيط على اليدنا اليسرى وكنخرجو كما قلت لكم الإبرة في هاد الدائرة اللي كونا. غنسكت شوية وغنخليكم تشوفو.
كما كتشوفوا ساهله، ما غاديش تلقاو فيها الاشكال، وهي ضروري هاد الحبكه نتعلموها. كما قلت لكم غنحتاجها ان شاء الله ملي غنخدموا واحد الدريس ان شاء الله. الدريسات كتخدموا كتخدم هاد الحبكه هي الاولى، وكتخدم كما قلت لكم في الجيب ديال الجلابه اللي بغينا نديرو الجيب كنديرو هاد الحبكه، وفي الافتتاحات اللي كان غنخدموا جلابه خفيفه وغنديرو فيها العقيق. فغنخدم معكم بلاتي شويه ونوريكم ملي كان نخدمو كي غتجي. فكما كتشوفوا ماشي شي حاجه اللي صعيبه، ولكن ضروري حتى هي الخطوه من الخطوه الاوائل في تعلم الرنده، ضروري خصنا نتعلموها بحال هكا. ونتمنى ان شاء الله الفيديو يجيكم زوين، وتكون الرساله ان شاء الله وصلت. وعلاش لا، ما تخلوش ليا واحد تشجيع، شي تعليق، شي دعوات الخير ان شاء الله. ومرحبا بالمشتركين الجداد اللي دخلوا، وكنشكر المتابعين ديالي بزاف بزاف. كنقول لهم بلا بكم ما تسوى القناه والو، شكرا على تشجيعاتكم. نتوما اللي كتدعموني وكتشجعوني كتخلوني نخلي ان شاء الله الوقيت اللي ان شاء الله اللوح فيه ما تعلمت. كما كتشوفوا ساهله هاد الحبكه، كنكونوا دائره هنا كما قلت لكم، وكنخرجوا فيها الابره، كرموا الخيط على اليدنا اليسرى وكنجيو لها بحال هكا، بحال كنحزموها بحال هذيك الغرزه كنديروا لها الحزام بحال هكا. عليكم فهمتوا، غير تشوفوا الفيديو مره جوج، وكنظن انا غتجيكم سهله ان شاء الله، غير مره جوج غتشوفوا الفيديو وغادي ان شاء الله تعلموه. فباش ما نطولش عليكم، هذه هي الطريقه كي كتجي هذه الحبكه، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. وبسلامه عليكم الى فيديو ان شاء الله جديد.